السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هالة من قناة هالة حياتي. النهاردة هنعمله مع بعض حاجة كده تحلية. إيه معانا هنا؟ كده التمر باللبن، لبن دافي انا حطاه فيه كده وهسيبه شوية كده ساعتين ولا حاجة عشان نعمل مع بعض احلى تحلية. وبعد كده بقى نفضيه في الحلة بتاعتنا اهو كده عشان نضربوه بقى كده بالهاند بلندر ونعموه. انا ما حطيتش كمية اللبن كلها، لسه هكمل اللبن بس بعد ما نعمه الاول. طبعا الافضل ان بتحطي اللبن دافي عشان التمر معاكي يطرى بسرعة. خلاص كده انا عملته كله زي ما انتوا شايفين، بقى هكمله بعد كده بقى باللبن كله الباقي بتاعي. انا احط كيلو لبن او لتر لبن، وهحطه بقى على النار كده. اديني زودت اللبن بتاعه، حطه على النار يدفى شوية. معايا بقى كده باكو كريم كراميل، هضيفه على اللبن بتاعي وادوبه بقى. اللبن دافي لسه ما غليش ولا حاجة، انا يدوبك بس دفيته شوية. ادوب بقى فيه كريم كراميل حلو كده. طبعا حاجة سهلة وبسيطة كده وبتدي طعم جميل. طبعا لو في اي حاجة لازم طبعا ادوبها حلو. هفضل بقى كده اقلبها لحد ما تدوب كلها وتبقى حلوة معايا، واسيبها تغلي على النار بقى. طبعا طعم التمر مع اللبن عامل طعم جميل، والكريم كراميل وريحة بتاعته هايلة. خلاص كده اديكم شايفين ابتدى يتقل معايا وابتدى يغلي. ممكن بدل الكريم كراميل اللي لو مش عايزين تحطه يتحط بالاول نشا تتدوب في لبن بارد كده ويتحط على التمر باللبن، بس انا فضلت الكريم كراميل عشان يديله طعم احلى كمان. خلاص كده انا هطفي على النار بقى، هبتدي بقى احطه في الاطباق بتاعته. انا ده داب معايا كله وغلى كمان. انا ما ضفتش سكر لان الكريم كراميل اساسا بيبقى متحلي. طبعا اللي عايز يضيف سكر زيادة بيحط براحته، دي حاجة راجعة لكم انتوا. وباكو الكريم كراميل ده بيعمل 7 كوبايات لبن، يعني بياخد تقريبا كده لتر كامل لبن. طبعا هكمل الاطباق كلها كده وهسيبها تبرد شوية. هو لسه سخن طبعا معايا. خلاص كده انا خلصت معايا الكريم كراميل بالتمر بتاعي.
طبعا ممكن تحطي في اي حاجة تانية عايزة تعمليها، إيه عايزة تحطي في مجات في اي حاجة. انا معايا هنا برضك بتاعة الجيلي، حطيت فيها حبة كده عشان تدي شكل حلو. خلاص انا كده حطيته في التلاجة وطلعته، حطيته في مية دافية وقلبته بقى في الاطباق ديت، وزي ما انتوا شايفين معايا كده شكله، وطبعا طعمه جميل جدا. ما تنسوش بقى يا جماعة، كل اللي عجبوا الفيديو بقى، اللي مش مشترك عندي يشترك، ما تنسوش اللايك. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.